السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح يوم جديد نستهل به يومنا بهمة وتفاؤل ونشاط. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا ومستمعينا في برنامجكم الصباح رباح. نقول اللي للحين في إجازة استمتعوا بوقاتكم مع لمة الأهل والأحباب، واللي على رأس شغلهم نقول لهم عساكم على القوة. صباح الخير نور. صبحت الله بالنور يا نيدة، صبحكم الله بالنور والسرور مشاهدين قناة الريان ومستمعينا عبر الأثير بكل مكان. يا هلا ومرحبا بكم بيوم جديد يتجدد فيه لقانا في الصباح رباح. اليوم آخر يوم إجازة من إجازة عيد الأضحى المبارك، أعادها الله علينا وعليكم كل حول بالصحة والعافية، ومن بكرة بيبدأ الجد والاجتهاد والنشاط. طبعا البداية جديدة طبعا بين عمل ودراسة، ولكن أكيد بتكون مفعمة بالتفاؤل والحيوية. اليوم بنقدم لكم باقة ملونة ومنوعة بالمواضيع والفقرات، وأيضا محطاتنا الخارجية بتكون في مختلف الأماكن. معنا نديب قناة الريان محمد الشهراني من فندق الهيلتون لتغطية الحدث والنقاش والاجتماع حول العقد العربي للحق الثقافي. ومن مجمع لاندمارك معنا نديب غانم العلي يغطي لنا المعرض الخليجي 20 للطوابع. عندنا من داخل الاستديو يسعدنا ويشرفنا تواجد ضيفاتنا الاستاذ الياز الكواري والرياضية عاشة السويدية. اهلا ومرحبا فيكم، شرفتنا بتواجدكم اليوم معنا. صباحكم الله بالخير. بدايتنا طبعا جميلة وبتكون اجمل مع هاللقطات والنغمات الصباحية من سوق واقف. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بضيوفنا اليازي الكواري وايضا الرياضيه عاشه السويديه. هلا مرحبا فيكم في الصباح رباح. ويا ريت يعني بما ان اليوم اخر يوم زين وبكره دوامات، اخر يوم في اجازه عيد الاضحى، زين تحبون تهنون احد عن طريق شاشه ريان؟ والله طبعا الجميع يعني نهني صاحب السمو الشيخ تميم والشيخ الوالد الشيخ حمد والشعب القطري الكريم بعيد الأضحى، وإن شاء الله يكونوا استمتعوا في الإجازة. طبعا الأغلبية كانوا مسافرين وقضوا وقت جميل، وإن شاء الله الجميع يرجع للعمل بهمة ونشاط إن شاء الله بإذن الله.
ومع بداياتنا هذه خلونا نسلط الضوء على دولتنا الحبيبة قطر، حيث تصنف من بين الدول القليلة في العالم اللي وضعت قوانين وتشريعات لذوي الإعاقة، صحيح؟ لكن بنتكلم في موضوع أهم وهو الاجتماع لمناقشة يعني راح نسلط الضوء على مناقشة وحوار مهم حدث اليوم في فندق الهيلتون، لكن بنروح حق أخوي محمد الشهراني. تفضل يا أخوي محمد. يا هلا ومرحبا فيكم، صبحكم الله بالخير. متواجدين في فندق الهيلتون حيث تستضيف دولة قطر متمثلة في وزارة الثقافة والفنون والتراث اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية لمناقشة العقد العربي للحق الثقافي. معنا الحديث أكثر عن الموضوع الأستاذ حمد حمدان المهندي، مدير التراث في وزارة الثقافة والفنون والتراث وعضو اللجنة الدائمة في للثقافة العربية. يا هلا ومرحبا فيك وصبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير وشكرا لكم وشكرا لقناة الريان على هذا التواصل الدائم في جميع مناشط وزارة الثقافة والفنون والتراث، وأرحب فيكم لتغطية هذا الاجتماع. الله يرحبك أستاذ حمد، يا ليت في البداية تعطينا فكرة حول هذا الاجتماع وأهميته، كون قطر يعني سباقة في استضافة المبادرات والاجتماعات. طبعا في البداية أنه هذا الاجتماع جاء تتويج لجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من خلال متابعته لقرارات وتوصيات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في المنطقة العربية، حيث تم تقييم العقد السابق اللي هو عقد التنمية الثقافية، وتم التوصل إلى لابد من هناك عقد آخر لقضايا الثقافة العربية بعد انتهاء العقد السابق الذي انتهى 2014، وتم التوصل إلى قضية الحق الثقافي. هذا المفهوم يتوافق مع مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم، علما أنه مفهوم الحق الثقافي من المفاهيم المكونة لمفهوم حق الإنسان، حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وأتى الآن الحق الثقافي كمكون أساسي لهذا الموضوع، خاصة أن أصبحت الآن الثقافة بكل مكوناتها عنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة في المنطقة العربية. طبعا هذا الاجتماع الحضور مكون من أعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية ممثلة في المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية. طبعا هذه اللجنة المصقرة تم اختيارها من خلال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية الذي عقد في الدوحة في شهر مايو السابق. الهدف من هذا الاجتماع التوصل إلى صيغة شاملة وتكون عملية لفعاليات ومناشط العقد العربي للحق العربي، بحيث أنه يصير تركيز على مفهوم الحق الثقافي كأحد الحقوق الأساسية للإنسان في المنطقة العربية. كذلك هذا العقد سوف يدعم قضية المؤسسات الثقافية والمؤسسات الرسمية في الدول تأكيد الحق الثقافي للمواطن والجماعات في هذه الدول. شيء جميل أستاذ حمد، بما أنك ذكرت الحق الثقافي، إيش دور اجتماع اليوم بما أنه يتكلم عن الحق الثقافي في دورة في التنمية الثقافية؟ طبعا إحنا الآن في هذا الاجتماع قد يكون متوازي مع اجتماعات الأمم المتحدة الأيام هذه، والذي أكدت على قضية التنمية المستدامة. التنمية المستدامة لابد نشير إلى أنه سابقاً وبشكل مكثف كانت تطرح قضية التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية. الآن مطرح قضية الثقافة كعنصر أساسي من عناصر التنمية، ولا يمكن أنه تقوم تنمية مستدامة بدون القضية الثقافية، بحكم أنها هي التي تكون هذه الهويات الثقافية، تكون القوة القادمة على مستوى العالم، لأن الثقافة بكل مكوناتها إن كانت أدبية فنية تتراجع الحدود السياسية دائما عندما تتكلم عن قضية الثقافة، ولذلك أصبحت التنمية الآن لا يمكن الحديث عنها إلا في وجود
العنصر الثقافي، ولذلك احنا في دولة قطر بكل مكونات الحقوق الثقافية، الحقوق الإنسان بكل مكونات المدنية والسياسية الثقافية، نمتلك منظومة كبيرة صراحة من المؤسسات والقوانين، وندعم في هذه الحقوق ومن ضمنها الحقوق الثقافية التي نأمل أن تجد طريقها للمؤسسات الثقافية ونظمات المجتمع المدني والأفراد والجماعات لتكتمل منظومة حقوق الإنسان. الله يعطيك العافية أستاذ حمد. باختصار وكلمة أخيرة، دور اللجنة الدائمة للثقافة العربية في الارتقاء بالثقافة. طبعا اللجنة الدائمة للثقافة العربية أحد مكونات وزراء الثقافة، الوزراء المسؤولين عن الثقافة في المنطقة العربية، هي التي تقوم بمتابعة التوصيات التي تضع جدول أعمال الوزراء التي تتابع تنفيذ التوصيات. على عاتق هذه اللجنة صراحة كم كبير من المسؤوليات. طبعا اللجنة تتكون من ممثلين الدول العربية كلهم، ونأمل أن تكون اللجنة الدائمة للثقافة العربية تتوافق مع طموح شعوب المنطقة العربية بإذن الله. الله يعطيكم العافية، جهودكم واضحة وبيض الله وجيهكم ومنها الأعلى إن شاء الله. شكرا لكم، وإن شاء الله يكون هذا الاجتماع بداية خير للحقوق الثقافية للإنسان العربي. الله يوفقكم إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية هذا اللقاء مع الأستاذ حمد حمدان المهندي مدير التراث في وزارة الثقافة والفنون وعضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية. كنت معكم فندق الهلتون، هذا كل اللي عندي، والله يعطيكم العافية. الله يعافيك أخوي محمد، وكل الشكر حق ضيفك، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله. ونرجع لضيفاتنا. عاشة، لو تقولي لنا شنو سويتي في إجازة عيد الأضحى؟ والله طبعا هو العيد ما يحلى إلا بيمعة الأهل. أكيد. والحمد لله والله قعدنا تيمعنا مع الأهل، يعني هو العيد جمعنا نشوف بعض، يعني متى اللي مثلا مسافر اللي عنده ظروف، فهي إجازة العيد إن إحنا فرصة إن إحنا نشوف أهالينا اللي إحنا ما شفناهم من فترة يعني تقريبا. بالفعل. راح نكمل حوارنا معاكم، لكن مشاهدينا خلونا نروح لسوق واقف، حيث اختتم معرض سوق واقف للفنون الملتقى الفني اللي ضم عدد من العروض الفنية المباشرة، واللي شارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين والنحاة في 5 مواقع مختلفة من سوق واقف. وقد شهدت هالحلقات الفنية إقبال كبير من زوار السوق ومن المهتمين بالمجال الفني. المزيد في هالتقرير. اليوم في ختام فعالية المهرجان حبينا نطلع برع ونختتم الفعالية بالعمل خارج المركز في 5 مواقع في السوق. احنا بدينا فعالياتنا من اول يوم العيد داخل المركز، كانت متنوعة من ناحية صناعة أقنعة وجدارية أرضية، وايضا فعاليات الأطفال، رسم على الوجوه وخط العربي وغيرها. الهدف من وجودهم في مواقع مختلفة في السوق حتى يكون في تواصل أكثر مع الجماهير، ويكون الجمهور يقدر يوصل لهم بسهولة من ساحة الحمام إلى قرب من المركز، هذه المنطقة الحيوية في السوق، فوزعناهم على في الأماكن اللي فيها تواجد أكبر من الزوار. جماهير مستمتعين طبعا من الفنانين، التواصل جميل صار بين الفنانين وبين الجمهور. والله حبيت أشارك في الفعالية هاي لأني حسيت أنه واجب بما يقدم لي المركز من مميزات وخدمات أني أشارك في الفعالية، وكانت تجربة جديدة بالنسبة لي أني أعمل أقنعة. وهاي الجمهور كان موجود داخل المركز، سواء كان من بداية الفعالية كان داخل المركز وكان موجودين بكثافة، وكان تفاعل جدا جميل معاهم بطرح الأسئلة، وحبينا نوصل لهم الثقافة الفنية هذه. أجواء حلوة، يعني اللي راح سوق واقف حضر هاي الفعاليات. بالفعل يعني نسمة شفتي الرسومات وعروض الفنانين لرسوماتهم وفنهم وإبداعاتهم، وحتى الفنانين شوي مستمتعين في الأجواء اللي كانوا فيها. بالفعل.
مشاهدينا مستمعينا مستمرين معاكم في فقراتنا ومواضيعنا وأيضا حوارنا مع ضيفاتنا، ولكن بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، ومن بعد هالفاصل خلونا ناخذكم بجولة على أهم وأبرز العناوين اللي وردت في جرائدنا المحلية. عندنا مشاهدينا ومستمعينا الجريدة الأولى وهي الراية والخبر الأول. في خطاب تاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمير: قطر مستعدة لاستضافة حوار خليجي إيراني. وعندنا الخبر الثاني في محليات الراية، في الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمير يقيم مأدبة عشاء لرؤساء الوفود. وأيضا في محليات الراية، المغردون خطاب الأمير: صوت الشعوب في الأمم المتحدة، تظاهرة محبة عبر هاشتاغ خطاب الأمير يمثلني.
الخطاب يركز على الجوهر والمضمون ولامس الجرح العربي. عرض رؤية قطر ورد على تصعيد إسرائيل وواجه العالم بالتقصير. وعندنا الخبر الرابع والأخير في الراية، مؤسسة قطر مؤسسة التعليم فوق الجميع تعليقا على قمة نيويورك، قطر وفرت التعليم الأساسي لست ملايين طفل. المجتمع الدولي لم يفي بوعد الأهداف الإنمائية في التعليم. وأنا عندي الجريدة الثانية وهي جريدة الشرق، وأول خبر أشادت بمضامين خطاب سمو الأمير في الأمم المتحدة، قيادات العمل الخيري للشرق، مواقف قطر تجاه الشعب الفلسطيني إنسانية ومشرفة. والخبر الثاني أيضا من الشرق، اجتماع رفيع المستوى حول منح الأولوية للتعليم في المجتمعات المسالمة، دولة قطر تؤكد محورية التعليم في أجندة التنمية. الشيخ محمد بن عبد الرحمن، التعليم عنصر أساسي في بناء عالم يسوده السلام والازدهار. الخبر الثالث، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى ورسائل تذكير لأولياء الأمور والتشديد على الحضور وعدم الغياب، 102 ألف طالب وطالبة بالمستقلة و15 ألف معلم ومعلمة يعودون للدراسة غدا. تمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله يرجعون المدرسة بجد واجتهاد. بداية حلوة. أما الخبر الرابع والأخير من الشرق، خلال معرض تفاعلي بجامعة قطر الخميس المقبل، تشجيع طلاب الابتدائية والثانوية على استكشاف الهندسة والرياضيات. هذه الأخبار اللي عندي بجريدة الشرق. وأي جريدة عندك نور؟ عندي العرب، هي الجريدة الثالثة، والخبر الأول في العرب يقول خلال اجتماع الدورة الرابعة، قطر مقر دائم للاتحاد العربي للعمل التطوعي. والخبر الثاني ومن الفنون، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، انطلاق أول نسخة من السينما بعيون قطر غدا بإذن الله. السينما بعيون قطرية. عندنا الخبر الثالث، حمد الطبية تبدأ حملة للوقاية من أمراض القلب بالتزامن مع اليوم العالمي. والخبر الأخير في العرب وهو رياضي، ناصر بن خليفة العطية، إنجازات السوبرمان تترجم تطور الرياضة القطرية. وأنا عندي الجريدة الرابعة والأخيرة وهي جريدة الوطن، وأول خبر، فعاليات واقف مسك الختام بفقرات كرنفالية متميزة وحضور جماهيري كبير. الخبر الثاني، جهاز قطر يفتتح مكتبا في نيويورك، قطر ترصد 35 مليار دولار للاستثمار بأمريكا. وأيضا الخبر الثالث من الوطن الرياضي، عنابي الرماية جاهز للتحدي الكبير، نشارك ب 45 بطلا وبطلة في المنافسات القوية. والخبر الرابع والأخير أيضا في الوطن الرياضي، أيام قليلة وتنطلق بطولة العالم للملاكمة بصالة علي بن حمد العطية، الدوحة 2015 محطة عبور للمحافل الدولية. هذه كانت مقطوفات أخبارنا اليوم، والمزيد في الجرائد أيضا مشاهدينا، ولكن نرجع نكمل حوارنا مع ضيفاتنا. أستاذة، إذا بغيت أسألك عن دور قطر في المكتب الجمعية لذوي الإعاقات لذوي الاحتياجات الخاصة. الجمعية الخليجية لذوي الإعاقة، مكتب تنفيذي قطر طبعا يمثل دولة قطر على مستوى الخليج. نعم. احنا يعني بالدورات والورش اللي نطرحها في قطر، يا اما تكون لقطر نفسه او نستضيف ناس من دول الخليج لمشاركتنا في هاي، طبعا بمساعده الجمعيه الخليجيه اللي هي يعني تسهل لنا التواصل مع دول الخليج، نستفيد من الدكاترة من الناس المتخصصين فيها لإقامة دورات وورش عمل داخل قطر. هل يتم طرح مشاريع ولا برامج معينة لذوي الإعاقة؟ كل مكتب تنفيذي في دولة خليجية قدم برنامجه لمدة سنة، قطر قدمت لمدة سنتين. حلو. نعم، نروح لعاشة السويدي اللي يعني نقول شاركت في إنجازات في مجال الرماية، لو تكلمينا عاشة عن الإنجازات اللي قدمتيها في مجال الرماية. هو الحمد لله أنا بداياتي كانت طبعا كانت أنجزت من بدايتي في الرماية الحمد لله. ومتى كانت بدايتك؟ كانت بدايتي من 2011، والحمد لله يعني
ما كنت متوقعة أن أنا بنجز ولا بوصل لهالمستوى، وإن شاء الله بعد نوصل أكثر. حققت ميداليات والله في بطولات محلية، بطولات عربية، خليجية، وإن شاء الله بعد نتقدم حق بطولات آسيوية وعالمية إن شاء الله قريب. بس إذينا نتكلم يعني شو البطولة اللي أعطتيها أكثر أهمية صراحة من غيرها؟ كلهم مهمين، كلهم مهمين، بس في أكيد واحدة مميزة عن الغير. والله هو ما أدري لحد الحين، بس إن شاء الله يعني أنا الحين نحاول إن أنا أثبت وجودي إني أوصل البطولات الآسيوية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. تعجبني إن ما في مقارنة، تطمحين للأكثر. هو نطمح حق الأكثر بس كبداية يعني، ما نبي ننقص على الأكثر. لا الله يوفقك حبيبي. الله يوفقك. لو تقولين لي أنت يعني هل مارستي قبل تمارسين الرماية رياضات أخرى؟ جربت وايد أشياء صراحة، بس حسيت أن الرماية هي أنسب شيء حق يعني كبنت متحجبة. هو أحس الرماية أنسب شيء، لأن أنا جربت المبارزة، جربت الجمباز، جربت السلة، بس فكرت في المستقبل بعدين اللي أنا تحجبت وش بيصير، يعني ما راح أقدر أكمل في هالرياضة يعني. صحيح. يعني الحين تقريبا لك 4 أو 5 سنين في الرماية. حلو. خلينا نكمل حواري مع أستاذة اليازي الكواري. أستاذة، إذا بنتكلم عن البرامج، أعطينا فكرة عن البرامج اللي أنتوا تطرحونها وتقدمونها وتشاركون فيها الجمعيات الأخرى لذوي الإعاقة. طبعا احنا هني في المكتب التنفيذي في قطر مدعوم من الجمعيه القطريه لذوي الاحتياجات الخاصه، وهاي طبعا اتقدم بالشكر لسعاده الشيخ ثاني بن عبد الله الثاني رئيس الجمعيه، ونائب الرئيس السيد ربيع الكعبي، والمدير التنفيذي السيد امير الملا على دعمهم المتواصل للمكتب التنفيذي. وطبعا هاي دعمهم لاظهار قطر بصوره افضل، وهي حاليا في منافسة بين المكاتب الخليجية. في كثير من البرامج المكتب التنفيذي إذا ما دعم من جهات في دولة قطر ما راح يستطيع أنه يستمر أو يقدم شيء. في كثير عندنا من البرامج، في عندنا دورة لغة الإشارة بالتعاون مع الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، قمناها خلصنا الكورس الأول منها، وباقي مرحلتين كورسين جايين إن شاء الله. في عندنا دورة في الإسعافات الأولية بتقدم من فريق عمل من البحرين، بنستضيفه في الدوحة، وراح يقدم هذه الدورة لذوي الاحتياجات أو ذوي الإعاقة نفسهم. في عندنا مؤتمر كبير للإعاقات المرورية بيقام برعاية سعادة رئيس الوزراء، إن شاء الله بيكون في شهر 11، وبنبتدي من الشهر الجاي الإعلان عنه من 15/10. وبيكون في عندنا كثير من المسيرات، مسيرة للعصا البيضاء المكفوفين، في عندنا المسيرة اللي إن شاء الله بتكون على الكورنيش لذوي المعاقين الحوادث المرورية والمقعدين على الويلتشير. نتوقع كثير من الأنشطة، الهدف منها هو إبراز دور قطر على مستوى الخليج. نعم، حديثنا مستمر معاكم، لكن مشاهدينا خلونا نروح فاصل قصير ونرجع لكم. Thank you.
حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا من بعد الفاصل وعلوم الجو، ولمحبين هواة الطوابع البريدية نقول لهم مالكم وجهة غير مجمع اللاند مارك، حيث يحتضن المعرض الخليجي 20 للطوابع، وقد شهد المعرض حضور سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بنتعرف أكثر على المعرض ومحتوياته مع نديبنا قانم العلي. صبحك الله بالخير قانم. اهلا ومرحبا فيكم، اصبح عليك بالخير وعلى ضيفاتكم في الاستديو وايضا على مشاهدينا الكرام. ارحب فيكم من اللاند مارك، حيث يستضيف اللاند مارك المعرض الخليجي 20 للطوابع. عشان نتفصل اكثر مشاهدينا الكرام ونعرف معلومات اكثر عن هذا الافتتاح اللي تم افتتاحه من قبل وزيرة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة حصة الجابر، عشان احنا نعرف معلومات اكثر مشاهدينا، خلونا نستضيف السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة القطرية للخدمات البريدية. استاذ فالح صبحك الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيك على شاشة قناة الريان. صبحك الله بالنور، يا مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك. في البداية لو تكلمنا عن فكرة عامة عن المعرض وعن الافتتاح اللي تم افتتاحه طبعا اليوم. طبعا المعرض هو حدث سنوي يعقد بتاريخ كل سنة على هامش الاجتماعات الوزارية، وفي المعرض يكون ملتقى في جزئين، جزء للشركات والمؤسسات الحكومية تعرض طوابعها واصداراتها السنوية اللي تحدث خلال السنة والأشياء الإصدارات التاريخية اللي عندها، في نفس الوقت تكون مناسبة للإخوان هواة الطوابع في دول الخليج ومن دول العالم عساس يجون ويشوفون الطوابع ويتعرفون على آخر الإصدارات. بالنسبة حق المشاركات القطرية في المعرض، خصوصا أن أنت تعرف أن هني في قطر في عدد كبير من هواة الطوابع، فأكيد الشباب القطريين لهم دور أيضا في المساهمة والمشاركة في المعرض، فأتكلمنا أنت عن مشاركتهم. طبعا المشاركات المحلية تجي من خلال النادي القطري لهواة الطوابع، اللي هو تقريبا ينسق الجهود مع الهواة والمحبين الهواة جمع الطوابع والعملات، واليوم تقريبا معنا حوالي أكثر من 15 إلى 20 مشاركة من هواة عارضين في البنالات، إذا بعد شوي ممكن تفرجون عليها. وطبعا مشاركتهم فاعلة وفيه شغف كبير من الكثير من الأخوان والأخوات في قطر لجمع الطوابع.
ان شاء الله طبعا اللقطات هذه الحين ان شاء الله قاعدين هم يشوفونها على الهواء، بس انا حاب اني اسالك سؤال. تواجد وزيره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتوره حصل جابر واهتمامها في افتتاح المعرض، اكيد هالشيء يمثل لكم نقله نوعيه او فعلا انتم تحسون باهتمام من قبل الدكتوره حصه؟ اتكلمنا انت عن تواجدها هني بينكم ووجودها في حفل الافتتاح وشدها في نفس الوقت عليكم وحرصها ايضا على التواجد. طبعا الدكتوره حصه الجابر مهتمه كثير بشؤون البريد بشكل عام، وحرصت في الفتره السابقه على تحديث استراتيجيه البريد، ومن هالمنطلق هي دائما تحرص على ظهور البريد بشكل مشرف، سواء من خدمه ورفع مستوى الجوده والارتقي بالخدمات اللي قدمها البريد. في نفس الوقت الطابع هو له اثر كبير في المجتمعات. الطابع باختصار يمثل توثيق للأحداث التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل دولة على حقبات تاريخية مختلفة. فمن هذا المنطلق الدكتورة حصة دائما حريصة على دعم البريد بشكل عام وعلى إصدارات الطوابع بشكل خاص. بالنسبة لموقع الفعالية، ليش اخترتوا اللاند مارك بالذات؟ طبعا اللاند مارك على اساس الموقع نفسه، وعلى اساس ان نتيح سهوله وسلاسه للجمهور، ونحب ان نعرف بشكل اكبر. طبعا تعرف في قطر معظم الناس يروحون المجمعات بشكل دوري، فبيكون سهل الوصول حق اللاند مارك خصوصا على اساس الموقع، المكان الجغرافي، وفي نفس الوقت المساحه، وفي نفس الوقت طول فتره اللاند مارك يعني يشتغل تقريبا من 10 ل 10، فالوقت يكون مناسب حق وخاصه اخواننا وعيالنا الصغار يجون يشوفون الطوابع ويتعرفون عليها عن قرب. نعم، بالنسبه لدوركم في تشجيع الشباب على الحفاظ او الاهتمام في هذه الهوايه، كلمني عاد عن دوركم انتم في تشجيعهم. طبعا احنا نشجع الشباب والاخوان في قطر على اقتناء و التعرف عن قرب عن الطوابع. عندنا احنا في متحف موجود في كتارة يفتح بشكل دائم ويعرض الطوابع للدول العربية، اللي مثل ما قلت لك هي تمثل توثيق تاريخي لحقبات كثيرة، وتعرض للفترة زمنية كبيرة يعني أكثر من 150 إلى 200 سنة في بعض الطوابع. في نفس الوقت احنا نشارك مشاركات فاعلة مع نادي هواة الطوابع الأخ حسين رجب والأخوان، وعندنا لجنة مشتركة على أساس أن احنا نفعل دور الطوابع في الدولة. أنت قلت لي عن التوثيق، فشلون يتم توثيق الطوابع هني؟ من خلال المعارض أو من خلال شنو بالضبط؟ من خلال إصدار الطوابع. يعني السنة احنا تقريبا وثقنا أكثر من 9 أحداث في الدولة، من ضمنها طبعا لسه موجودة، على أساس أن كل وقت مثلا في تدشين حدث معين يكون في إصدار مصاحب للطابع بنفس التاريخ وتعريفه بالحدث نفسه. كلمة أخيرة حاب أنك توجهها على شاشة قناة الريان. في البداية أحب أشكر الأخوان وأشكرك شخصيا على هذا اللقاء الطيب وعلى القيام بالتسويق للمعرض، أشكركم جدا، وأتمنى من الأخوان في قطر يجون ويشوفون المعرض ويشوفون إيش الإصدارات الموجودة اللي اعتقد انهم بيعجبون فيها، على اساس انه في اكثر من ثيم للطوابع، سواء تاريخي اجتماعي توثيق مثل ما قلنا الاحداث التاريخيه. فنرحب فيهم وان شاء الله المعرض موجود لتاريخ 3 اكتوبر ان شاء الله. الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك، ما قصرت. شكرا اخوي، ما قصرت، حياك الله. العفو، الله يحييك. مشاهدينا الكرام، هذا اللي موجود عندي من اللاند مارك. أحب أني أوضح لكم أن تم افتتاح المعرض من اليوم وراح يستمر إن شاء الله لين 3 أكتوبر. لا يفوتكم المعرض مشاهدينا، والحين خلونا ننتقل مرة أخرى للاستديو. يعطيك العافية يا قانم، كل الشكر لك ولضيفك. وأنا بعد أحب أذكر المشاهدين أن افتتح المعرض اليوم الصبح وراح يستمر لغاية 3 من أكتوبر. خلونا الحين مشاهدينا نرجع نكمل حوارنا مع ضيفاتنا. نور استاذه اليوزي، اذا بنتكلم عن الجدول اللي قدمتوه، انت مساء قلتي لي مطلوب منكم تقدمون جدول للسنه كامله عن البرامج اللي بتقومون فيها، بس انتم قدمتوا حق سنتين، يعني شنو المفاجات اللي في هالجدول اللي قدمتوه؟ اولا في عندنا تواريخ ثابته في ذوي الاعاقه، فهي التواريخ تتكرر، مثل اليوم العالمي
لذوي الإعاقة في شهر 12، العصا البيضاء للمكفوفين، فيه يوم الداون، يوم التوحد. فهذه تواريخ ثابتة بتتكرر كل سنة، بس نغير نوع المحاضرات ونوع المحاضرين فيها. إذا كان بنقدم فيها ورش عمل أو محاضرات أو ندوات، أو بيكون مثل جلسات تواصل يعني مع الأهل، مع أخصائيين نفسيين. فكل سنة شكلنا فيهم هذه، ما بينهم بيكون في دورات جديدة. نتمنى يعني احنا السنة ان شاء الله كل الدورات اللي حطيناها بتطرح على السنة الجاية ان شاء الله. بعد نتمنى ان احنا نكون صادقين فيها، وان يكونون متواصلين معنا الدكاترة والأخصائيين يعني اللي تكلمنا معهم، على أساس أنهم بيقدمون هذه الورش والدورات. فمثل ما قلت لكم، عندنا دورة لغة الإشارة هذه ما لها تاريخ ثابت، عندنا دورة في الإسعافات الأولية، ودورة الإسعافات الأولية هاي راح تقدم على مراحل، يعني مش مرحلة ضرورية واحدة. يعني أنا أشوفها أيوة. وهي تقدم لذوي الاحتياجات نفسهم، لذوي الإعاقة نفسهم، هم اللي بياخذون هذه الدورة. في الملتقيات اللي راح نشارك بعد فيها برا خارج قطر، نعم. مثل الملتقى الجمعية الخليجية اللي بيكون في شهر 3 في المملكة العربية السعودية إن شاء الله السنة الجاية، إن شاء الله بإذن الله. وفي عندنا بعد في ملتقى التمكين للمرأة الكفيفة العربية بيكون في الكويت، وراح نشارك فيه إن شاء الله. في عندنا في الإمارات، وهاي حدث كبير، بالإكسبو 2016 لذوي الإعاقة، بإذن الله بيكون لنا مشاركة فيه، سواء المكتب التنفيذي أو بعد بتكلم باسم الجمعية القطرية بيكون في الجمعية القطرية. أيضا عندنا في قطر هنا حدث كبير، وهو بطولة العالم لذوي الاحتياج لذوي الإعاقة، للرياضة ذوي الإعاقة، ومتطوعينا مشاركين فيه، وبيكون في اسم للمكتب التنفيذي أكيد له تفاعل مع مع ذوي الاحتياجات أو مع ذوي الإعاقة في البطولة. يعني أحداث كبيرة وكثيرة أيضا بالفعل. لكن أنتوا استعداداتكم لهذه الأحداث، مثلا بطولة العالم، بطولة العالم طرحنا الفكرة مع الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، أن احنا نقوم بتدريب المتطوعين المقدمين في بطولة العالم لأخذ دورة في لغة الإشارة. الدورة 3 مراحل، وإن شاء الله احنا عاملين الجدول أنها تنتهي قبل 22 أكتوبر اللي هو بداية بطولة العالم. بيكون متطوعين متمكنين إن شاء الله من التفاهم مع الصم اللي هم بيحضرون من جميع أنحاء العالم. طبعا لغة الإشارة تختلف إذا كانت عربية أو أجنبية من مكان نعم. لمكان، بس أنت عطيتي الأساسيات، فاللي تدرب بيكون قادر إنه هو إن شاء الله يتواصل نعم. مع إن شاء الله نعم. من الله يوفقكم. من بطولة العالم نروح لبطولة الرماية، ولو تكلمينا عاشة عن البطولات اللي شاركتي فيها واللي إن شاء الله راح تشاركين فيها في الأيام الجاية. لحد الحين إحنا والله تونا قبل الإجازة كنا مخصم من بطولة الاتحاد، بطولة الاتحاد كنا مخصم منها، وإن شاء الله بعد يعني لنهاية السنة عندنا بس بطولة آسيوية اللي بتكون إن شاء الله في الكويت على شهر 11 إن شاء الله. وبس يعني لغاية هالسنة يعني نهاية السنة إن شاء الله بس بتكون عندنا هالبطولات. استعداداتك لبطولة الكويت؟ استعدادات بطولة الكويت الحمد لله تدريبات مع المدربين، يعني تقريبا تقدري تقولين تدريبات شوي مكثفة. إن شاء الله نروح، وإن شاء الله يعني نقدر نحقق مستويات حلوة إن شاء الله. لو تكلمين عن الميداليات اللي حصلتيها في البطولة الأخيرة. البطولة الأخيرة لقيت، لأن إحنا عندنا تنقسم الألعاب تقريبا، إحنا البندقية عندنا كذا شيء إحنا نسويه، أيوة. فحصلت الحمد لله على 3 ميداليات اللي هي الذهبية والفضية والبرونزية. فالحمد لله يعني لحد الحين المستويات ترضي شوي يعني.
ان شاء الله. ان شاء الله موفقه حبيبتي. ان شاء الله باذن الله الله يوفقك عاشره. وتقولي لنا شلون تشوفين الاهتمام بالرياضه وخصوصا حق المراه في قطر؟ يعني هو الرياضه مو بشيء عيب، يعني هو حلو ان المراه بعد تثبت وجودها في المجتمع، لان يعني الدول اللي برا يعني ما تفرق بين مرأة ريال، كل شيء يعني كله نفس الشيء، ما يكون عندهم تفرقة. فهني كله دائما يعني دائما عندنا المشكلة إنه لا عيب لا تسوين شيء لا تروحين لا تسوين، فهاي شيء عادي يعني مو بنا عيب الواحد يجرب، مو بنا هاي يعني هو شيء مو بحق الأولاد بس. هي هوايات الواحد ممكن إنه يبدع فيها. صح هي هوايات. إنزين كلمة أخيرة تحبين تهدينها حق خواتك اللي بيشاركون وياك في البطولة الجاية بإذن الله، وحق البنات اللي يتمنون بعد أيضا يدشون الرماية؟ والله أحب أوجه كلمة حق بنات الرماية إن يشدون حيلهم اللي رايح البطولة معانا إن شاء الله، وحق البنات عامة يعني إذا أنتوا حابين رياضة يعني روحوا لا تترددون، لأن ما تدرين إذا أنت حابة شيء لا تدخلين المكان وأنت مغصوبة، دخلي المكان وأنت حابة شيء. الله يوفق الجميع. الله يوفقكم. كلمة أخيرة اليازي. أنا يعني بس أطلب من الأعضاء اللي هم أعضاء الجمعية الخليجية اللي موجودين في الدوحة التعاون مع المكتب التنفيذي. في النهاية يعني المكتب التنفيذي يطرح لهم المجال إن هم يقدمون أفكارهم وإن هم يستفيدون من المكتب ويطرحون هم اللي هم يبونه، وإحنا نبي الأعضاء نفسهم هم اللي يشتغلون في المكتب. في المكتب تقريبا فوق 300 عضو. نعم. فاحنا نطلبهم انهم يتعاونون معنا وانهم هم يقدمون افكارهم وهم اللي يشتغلون. في النهايه هذه احنا نخدم اسم قطر ونخدم ذوي الاعاقه، وهذه هو هدفنا. صح. بالفعل. كل ان شاء الله خير لكم والله يعطيكم العافيه. كل الشكر للاستاذه اليازي الكواري وايضا لعاشه السويدي. ووصلنا معاكم مشاهدينا لنهايه حلقتنا لليوم، تجولنا وياكم بالصوت والصوره اكثر من موقع وسلطنا الضوء على مواضيع مختلفه. للتواصل معنا طبعا مواقعنا الظاهره امامكم في اسفل الشاشه. نشوفكم بكره ان شاء الله على خير بمواضيع وفقرات منوعه من الصباح رباح. وفي امان الله. فمان الله.